ننتقل بقى لنادي الزمالك. النهارده كنا بنستعرض ابرز المرشحين لتولي اداره المدير الفني لنادي الزمالك. كنت بتكلم معاك استاذ احمد على موضوع هل متاح اصلا ان يكون في تعاقدات مع مدراء فنيين؟ ليك خبر حصري ليك. طيب اول حضرتك من الاخر، الزمالك مش هيتعاقد مع مدير فني اجنبي على الاقل لغايه ما يخلص قصه ازمه القيد. في حاجه ثانيه، فوز الزمالك النهارده وقبليه الفوز على، يعني فوز الزمالك النهارده على فيوتشر وقبليه على ابو سليم وقبليه على بيراميدز، خلى في ارتياح وابتدى تظهر نغمه الفوز بيجيب فوز. طب ما ندي فرصه لمعتمد جمال ونوفر الفلوس اللي هنديها لمدير فني اجنبي في ان احنا نوديها او لصفقات جديده، لا للاول لازمه القيد نمره واحد، لحل مشاكل اللاعبين الماليه اللي هي اللاعبين الحاليين. أيوة. الحاجه الثالثه لصفقات جديده، وفي ممكن نضيف حاجه كمان. يعني دي بس قبل يعني الحاجه الثانيه، خبر حصري والعهده معتمد جمال مصطفى الراوي الاستاذ احمد عادل ان هو لن يتم التوجه التعاقد مع اي مدير فني على الاقل في الوقت الحالي لنادي الزمالك، والاكتفاء والابقاء على كابتن معتمد جمال. انا بتكلم صح؟ معتمد جمال عنده 7 مباريات خلال الشهر ده. تحقيق الفوز فيهم، عشان كده قلت لحضرتك ممكن يكمل لغايه يناير. عنده سوار الغيني في القاهره، وبعدين الاتحاد السكندري، هيخرج الاتحاد السكندري، وبعدين يلعب ساجرادا الانجولي في القاهره، وبعدين يلعب سيراميكا بعدين يلعب ساجرادا تاني في انجولا، وبعدين يلعب سيراميكا كليوباترا. تمام. هذه المباريات اللي هتحدد مصير معتمد جمال واتجاه ان هم جابوا له فريق سكاوتنج زي ما حضرتك عارف طبعا، والساده المشاهدين عارفين فريق السكاوتنج ده بيساعد الجهاز الفني الحالي، وفي اتجاه ان هم يدعموا الجهاز الفني الحالي بمدرب مساعد يبقى اضافه مع احمد مجدي. في كلام على ان الجهاز ده يفضل زي ما هو. في ازمه دلوقتي على مدرب حراس المرمى. في كلام ان تم ترشيح كابتن اسامه عبد الكريم. الجهاز المجلس الاداره بيحاول ينفي، لكن هو بالفعل اسامه عبد الكريم من ضمن المرشحين، لكن الحاله الفنيه لنادي الزمالك حاليا هتساعد الجهاز الفني على الاستقرار. ده عظيم جدا. يعني طيب. انا بقول لحضرتك من دلوقتي بجانب ان الامم افريقيا الزمالك مش هيكمل في امم افريقيا في فتره توقف طويله، في فتره توقف طويله بتاع امم افريقيا ممكن زمان تساعد بالنسبه للمدربين الاجانب اللي حضرتك سمعت عنهم. اولا ده كله شغل وكلاء لاعبين بس لا الزمالك عنده على فكره فوق ال 25 سي في لمدير فني اجنبي. ايوه بس من كل دول العالم. ايوه انا مش معترض، بس هو في المدير الفني التشيلي اعتقد تم فتح اصلا قنوات اتصال ما بين ما بين ما بينه هو شخصيا او وكيله وما بين اداره نادي الزمالك. بيسمعوا يعني مش هم يعني ما دخلوش في المفاوضات. لا بيدخلوش في المفاوضات عادي يا استاذ رجاء. مشروع كيف الفريق يعني شوف مشروعه. الزمالك حاطط سقف كمان للمدير الفني الاجنبي لن يزيد عن $1,000,000 في السنه. ده طبعا ده في حال التعاقد مع مدير فني اجنبي. المتاحين والاسامي اللي تم طرحها دولت رواتبهم اعلى من كده بكتير. طيب. لاما يعني مستواهم اقل بكتير. طيب. اللي هو زي مدرب الفريق اللبناني.